أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول رجل جاوز الميقات الخاصة به وهو السعدية، لما وصل إلى جدة وقبل أن يلبس الإحرام اتجه إلى ميقات السيل الكبير وأحرم منه، هل عليه في ذلك الشيء؟ نعم، يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه في طريق وهو السعدية. إذا كان جاء من طريق اليمن إنه يحرم من السعدية، ولا يجوز أن يروح لميقات الطائف ويحرم من ميقات أهل مكة، إلا إذا كان قاصد للطائف وما قصد مكة، جاي من اليمن قاصد للطائف أو قاصد للرياض، لو أنه يروح للرياض أو يروح للطائف، وإذا نزل إلى مكة يحرم من الميقات الذي في طريقه، لأن صار حكمه حكم أهل تلك الجهة التي ذهب إليها. أما أنه قاصد مكة، قاصد مكة، لكن تعدى ميقاته وراح وحرم من ميقات آخر وهو قاصد مكة، هذا لا يجوز له ولا يعطيه من الفدية.